في الاذن انت فكيتي السلك قبل ما تبتدي، وده معناه انك بتستعدي كويس لاي حاجه بتعمليها، ومسكتي السلك بايديكي الاثنين الحديده في الاخر، وده بيدل على الاصرار عندك، تركيزك في الحاجات اللي بتعمليها بايديكي فوق الممتاز. ورغم انك كنت متوقعه انك مش هتعرفي تركزي كويس في حاجتين في نفس الوقت، الا انك قدرتي تركزي في حاجتين في نفس الوقت. فيزيكو اثبتتي ان الوقت بيقلقك جدا، لانك ما بتحبيش تشتغلي تحت ضغط الوقت او تحت اي ضغط، عشان اول ما قلت لك الوقت قلت لي انت هتحدد لي وقت كمان، انت دايما كل ما اقول لك وقت كان الموضوع بيعفرتك عموما. ما بحبش الحاجات بالتأني. انت مش فاهم، لكن بتحبي تنفذي المطلوب منك بالظبط، لان بعد ما الوقت خلص قلت لك على مكان حاجه رحتي لزقتي الاستيكرز فيها. فيعني عايزه تعملي المهمه على اتم وجه. شويه ممكن تبقى تنقصك الدقه في مشوار حياتك وانت ماشيه عموما، لانك جبت بدل ما تجيبي علبتين سوسيس جبتي علبه واحده. ايوه، شخصيه متعجله عموما، مستعجله. لا وبعدين دي جايه من الذاكره برضو عشان نسيت. طب خدي بقى عندك موضوع، بما اننا دخلنا في الذاكره، موضوع المية في المية اللي حصلت في التكنولوجيا دي ما شاء الله، بتعني ان التناسق بين ايقاع عينك وحركتك ممتاز جدا. يعني ممكن تبقي تحت الضغط ما تعرفيش، بس لما انت بتفكري وتبقي رايقه كده وبتوصلي للقرار الصح بسرعه. تقريبا معظم الوقت، بس انا ما كنتش فاكره ان هو شطاره مني يعني. انا يعني دايما واخداها من الناس كلها كده يعني عادي. يعني لا هقول لك، واخداها من ساعات كنت افتكر ان هي، عارف المثل تيجي مع الهبل دوبل، انا كنت بعمل كده بس هي جت صح. عارف انا كتير بقول على نفسي كده، يعني عمري ما برجعها ان انا ذكيه او يا سلام يا بنت يعني ما عملتهاش. يعني يستحسن انك ما تحسيش بيها، سيبيها شغاله كده طالما شغاله كويس. بس انت ذكيه يعني.